أعلن في دولة الإمارات عن تطوير أداة تمكن من إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوق، وتعتمد تقنية DPI الجديدة على الليزر في التعرف على الفيروس، وتستخدم مجهرا إلكترونيا يمكن من تحديد وجود العدوى من عدمها خلال ثوان. تتسم هذه التقنية المبتكرة بأنها سهلة الاستخدام وقليلة التكلفة، ويمكن استخدامها في الأماكن العامة كالمراكز التجارية ودور السينما فضلا عن المؤسسات الصحية. معنا من أبوظبي مدير المشاريع في شركة كوانتليز عبد الله الراشدي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله معنا. بداية، على ما ترتكز هذه التقنية الجديدة، وهل شرحت لنا يعني خصائصها؟ أهلا وسهلا، معكم عبد الله الراشدي المدير المشاريع في شركة كوانتليز. أول شيء شكرا على استضافتي عن طريق الهاتف. أهلا بك. فالعمل نحن نتكلم عن موضوع الإضافة اللي بتقدمها هذا أو بيقدمها هذا الإنجاز أو هذا الجهاز للدولة وللعالم بشكل كامل. معظم الفحوصات السابقة تعتمد على المختبر والتحاليل الكيميائية، أما الجهاز اللي نحن اخترعناه يعتمد على التصوير فقط، مما سيساعد على سرعة الفحص وسرعة الإنجاز أو سرعة الحصول على النتيجة خلال ثواني معدودة. اليوم نحن نعتمد على تصوير خلية الدم، نأخذ عينة الدم من المريض ونوجه لها أشعة مجهرية عن طريق الليزر، ويعكس لنا صورة الخلية في الجانب الآخر، وعن طريق السوفت وير أو النظام اللي نستخدمه يبين معانا صورة الخلية، هل هي متعرضة لعدوى فيروس كورونا أو أي فيروس ثاني، أو تكون خلية طبيعية مش متعرضة لأي فيروس. طبعا عن طريق السوفت وير مالنا يعرف صورة فيروس كوفيد 19 بصورة دقيقة جدا. طب يعني هذا يضمن نتائجه، ويعني يضمن أن النتائج لا يمكن أن تكون هناك بها أو تشوبها مغالطات، نظرا لأن الصورة تستكشف يمكنها كشف رسمة فيروس كورونا، وكما يعني نقول منذ 3-4 أشهر هو فيروس تاجي. صحيح، نحن سوينا تجارب واختبارات على أكثر من 6000 عينة. طبعا من العينة الأولى بدأ النتائج ترتفع عندنا لحد ما وصلنا 6000. اليوم الدقة توصل عندنا أكثر من 90%، نعرف الخلية إذا كانت مصابة أو غير مصابة، وإذا كانت مصابة شو نوع الفيروس. نحن طبعا نركز على فيروس كوفيد 19 اللي هو، لأنه هو الفيروس المنتشر حاليا. نعم. وقدرنا نوصل لأكثر من 90% لصورة الفيروس هذا لوجهه الحقيقي. طيب، متى من المتوقع أن يكون متوفرا أو متوفرة هذه التقنية للاستخدام أستاذ عبد الله؟ التقنية حاليا موجودة، نحن حاطينها في أكثر من مركز في الدولة وشغالة، ولكن نحن اليوم في مباحثات مع المصانع على أساس نوصل لإنتاج كبير أساس نغطي دولة الإمارات ودول العالم، بس حاليا نحن موجودين في أكثر من مركز أو أكثر من موقع في دولة الإمارات. طب هل يمكن القول أن تمت مراحل اختبار هذه التقنية بنجاح؟ نحن صار لنا أكثر من شهرين نعمل 24 ساعة اختبارات على مستوى عالي، ونعم اليوم نقدر نقول أن نحن اختبرناها بشكل جدا ممتاز. طب هل سيساهم استخدام هذه التقنية بعودة الحياة نوعا ما إلى طبيعتها، وخاصة فيما يتعلق بحركة الطيران؟ نحن هدفنا الرئيسي كان حماية للمجتمع وللعالم بشكل كامل من الفيروس هذا، طبعا نسعى لعدم انتشاره. كل ما وصلنا للشخص المصاب وعزلناه نحن اليوم منعنا انتشار المرض هذا. ولكن نرجع لسؤالك اللي هو هل راح يرجع الحياة؟ نعم، هذا هدفنا الرئيسي. اليوم نحن استخدمنا الجهاز هذا اللي هو يتميز بالسرعة في الفحص والسرعة في الوصول للنتيجة، راح نقدر نفتح المطارات، راح نقدر نفتح مراكز التسوق، راح نقدر نفتح المدارس، الأماكن العامة بشكل كامل، حتى مواقع العمل راح تنفتح إن شاء الله باستخدام الجهاز هذا.
شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا وعلى هذه الإحاطة من أبوظبي، مدير المشاريع في شركة كوانتليز عبد الله الرشدي، شكرا جزيلا لك.